بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن كريم موف من شركة ايجو، الشركة اللي هي بتصنع كريمات زي الكيو في. الشركة دي عندهم شامبو وكونديشنر لعلاج الامل. طيب، زي ما احنا عارفين الامل من الحاجات المقرفة جدا في التعامل معها. ليه؟ لان احنا بنبقى قاعدين في امان الله ونلاقي ابننا او بنتنا بيبدأ يهرش في شعره، يبدأ يهرش في فروة الشعر. الامل ممكن نلاقيه ماشي على الاكتاف، ممكن نلاقي حاجات حمراء، ممكن يجي يقول لنا بابا الامل انا حاسس ان في حاجة بتمشي في شعري. تبدأ حضرتك او حضرتك تبص وتنبهر، في كائنات حية بتمشي، كائنات مقرفة. anyhow احنا النهاردة نخلصكم من القرف ده عن طريق منتج اسمه موف، موجود في الصيدلية، شامبو كونديشنر، شامبو بلسم. انا عمرو بكر ودي من عرف، يلا بينا نبدأ. لو جينا نتكلم عن الشامبو ده هنلاقي ان الشامبو ده عبارة عن زيوت طبيعية زي زيت الايوكاليبتس وزيت الانايس اللي هو اليانسون. الزيوت دي في الطبيعي ان هي لما بتبقى احنا بنسميها ريبالنت، ريبالنت دي يعني طاردة، بتطرد الحشرات، لكن في نفس الوقت هي بتعمل نوع من انواع الاختناق، بتخنق الحشرة، بتخنق البويضات وتخليها ما تتنفس فبالتالي تموت. فهنا نقدر نقول ان الشامبو والكونديشنر بيشتغلوا بطريقة حلوة جدا، عندهم طريقتين. اول طريقة انا ممكن استخدمه في علاج الامل لو انا عندي امل، وتاني طريقة انا ممكن استخدمه فيها لو انا بروكوشنز او انا هستخدمه مرة في الاسبوع في حالة ان ممكن لو في اي حاجة تموت او تطرد الحاجات دي ان هي ما تجيش اصلا على فروة شعر ابني، لان احنا زي ما احنا بنقول ريبالنت يعني بتطرد او ما بتخليش الحشرات دي تيجي. طيب كويسة ولا لا؟ هقدر اقولك ان هي كويسة، لكن فيها عيب واحد. العيب الوحيد اللي فيها ان احنا لازم نكرر العلاج بتاع الشامبو ده مرتين بعدها، كمان مرة بعدها باسبوع ومرة بعدها باسبوعين، تمام؟ وده ما يعتبرش عيب، احنا ممكن نقول نستخدمه للعلاج وللوقاية زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي. السؤال دلوقتي بقى استخدمها ازاي يا دكتور؟ ازاي استخدم الشامبو ده؟ هقول لحضرتك تعالى. هو انا قلت لك ان الشركة دي شركة استرالية صح؟ فالكواليتي عندهم كويسة وبياخدوا بالهم من الحاجات اللي هي ما تعملش حساسية او اي حاجة للاطفال. على فروة شعر ناشفة زي ما احنا شايفين دلوقتي بنبدأ ناخد الشامبو على الايد ونبدأ الجزء الاولاني اللي نبدأ بيه نبدأ وراء الودان، ودي بتبقى اكتر حتة بيبقى فيها الامل متركز. بعد ما نخلص الجزء اللي ورا الودان هنا وهنا نبدأ بالجزء اللي ورا اللي هو خلف الرأس والرقبة، نبدأ ندهن عليها، وبعد كده نبدأ ندهن على فروة الشعر بالكامل من قدام ومن ورا، ونبدأ ندهن على أطراف الشعر لحد ونبدأ نعمل مساج لحد لما الشعر كله يتحول ان هو يبقى ويت او يبقى زي المبلول كده، تمام؟ عندنا مع الشامبو ده هنلاقي ان هو هير كفر، الهير كفر الغطاء بتاع الشعر ده، نبدا نغطي الشعر زي ما احنا شايفين كده ونسيبه لمده قد ايه؟ ونسيبه لمده 15 دقيقه بس. بعد 15 دقيقه بنغسله بالميه عادي جدا ومفيش اي مشكله. بمجرد ما بنغسله خلاص احنا هنا الموضوع تمام. ممكن كل اللي نعمله ايه؟ ممكن كل اللي نعمله ان احنا نجيب الكومب او نجيب اي حاجه اللي هي مشط الامل ده ونبدا نسرح الشعر عشان نبدا ننزل كل الحاجات اللي فيه، او لو كان في حاجه تبدا تنزل عشان ما يكونش شكلها وحش. زي ما قلنا عشان نضمن العلاج ده تمام والموضوع ما يرجعش لازم نكرر تاني بعد 7 ايام ونبدا نكرر تاني بعد 14 يوم. ده كان بالنسبة لموف من شركة ايجو، الشركة اللي عاملة الكيو في ومشهورة جدا في الكيو في، عندها منتج للامل اللي احنا اتكلمنا عنه، وعندها منتجات كمان اسمها موف برضو ريبالنت او طاردة للناموس والبعوض والكلام ده كله، ممكن نبقى نتكلم عنها في فيديو مختلف. طيب احنا كده عرفنا ازاي بيستخدم، عرفنا المادة الفعالة، عرفنا هو تبع اي شركة واستخدمه ازاي. خلي بالنا من ولادنا، خلي بالنا من الامل، والامل على فكره الامل من الحاجات اللي مش بتطير، يعني خلينا نقول ان الامل من الحاجات اللي بتنتشر عن طريق ان هي تنتقل من واحد للتاني عن طريق اللمس او عن طريق انك تستخدم حاجه من الحاجات بتاعته. حاجات زي ايه؟ اكتر حاجه منتشره في الاطفال في المدارس اللي هو الكاب، بيستخدموا الكاب بتاع بعض، فالكاب ده من اكتر الحاجات اللي بتنقل الامل. تاني حاجه بتنقل الامل ان انا استخدم المشط بتاعك او انت تستخدم المشط بتاعي ويبقى فيه بويضات او يبقى فيه امل اصلا، فيبدا ينتشر ويبدا يكتر ويبقى انا عندي كمان امل. الامل مش علامه على النظافه او الوساخه، هو عدوى ممكن تجيلك من اي حد
وبتنتشر جدا ما بين اطفال المدارس. ناخد بالنا واحنا بنعالج الامل دايما، ناخد بالنا ان احنا لازم ناخد الادوات والحاجات اللي كان الابن او البنت بيستخدموها ونبدا نعالجها، يعني كفر بتاع المخده، المشط بتاعها، اي حاجه كانت بتستخدمها في شعرها ممكن نحطها في كيس ونحط عليها الشامبو ونقفلها ونسيبها 15 دقيقة وبعد كده نغسلها مرة تانية. الكفر بتاع المخدة ممكن نغسله ونغليه بحيث ان احنا نضمن ان هو مش عليه اي حاجة. اوكي انا كده خلصت الحاجات دي. اوكي دمتم في نعمة، دمتم في صحة، دمتم في فضل من الله. اشوفكم على خير في حلقة جاية من عرف او من جوه الصيدلية. كان معاكم عمرو ابو بكر. سلام.